انا متفائل ان شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومه بشكل سريع جدا. إنها 7:30 بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية ونبدأ بالعناوين مع لينا دوهان. مساء الخير في العناوين. قمة ترامب وكمة تاريخية طوت عقودا من العداء بالتوقيع على وثيقة شاملة لإحلال السلام. بالنسبة لنا وبالنسبة لهم أيضا الحل النهائي فيما يخص اللاجئين هو عودتهم إلى سوريا. ملف اللاجئين موضع متابعة والمفوضية العليا تطلب من الخارجية اللبنانية العودة عن قرارها. وما حدا بيقدر يحطنا لا بسيلته ولا بمحل معين. الردود على ادعاءات سليماني متواصلة وحلفاء حزب الله يقولون لسنا تابعين لأحد. يعني ضللي 500. بونجور مدام. تانت تانت عداد ضايعة بحساباتي وكل الليل مش نايمة، بدي كشف حساب. ما بدها هالقد تانت عداد، نازلي إيبلوم أب. بس تمضي طلب إيبلوم بالفرع بصير فيك تشوف حسابك من تليفوني. تتحكمي ببطاقاتك وغيرها كتير من الخدمات. مهمة هيدي عن جد، فيي أعمل كل شي. هيدي خبرية بتتخبر لسميرة. إيبلوم، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. أهلا بكم. العمل على إنجاز التشكيلة الحكومية ينتظر المزيد من الاتصالات واللقاءات بعد عطلة عيد الفطر، فيما المواقف الرافضة للكلام الأخير للجنرال الإيراني قاسم سليماني بشأن نتائج الانتخابات تواصلت اليوم. وبين هاتين القضيتين فإن أزمة اللاجئين السوريين بحثها الرئيس سعد الحريري مع مسؤولين من الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين، مؤكدا أنهم شركاء في مساعدتنا لمعالجة قضية اللاجئين. وكان لافتا أن الرئيس الحريري تحدث إلى جانب المسؤولين الدوليين في رسالة تؤكد على الشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وقال إن الحل النهائي للأزمة بالنسبة للبنان والمسؤولين الدوليين هي في عودة اللاجئين إلى سوريا. دوليا، حدث تاريخي تمثل باللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في سنغافورة، اللقاء الذي انعقد وسط إجراءات أمنية مشددة برا وبحرا وجوا وضع حدا لقطيعة طويلة دامت أكثر من 70 عاما. قمة سنغافورة التي لاقت ترحيبا دوليا قابلتها إيران بتحذير كيم من إمكانية انسحاب ترامب من بنود الوثيقة التي تم التوقيع عليها. نبدأ من القمة التاريخية التي طغت على ما عداها من أحداث وتطورات متسارعة محليا ودوليا وإقليميا، 41 دقيقة أنهت عقودا من العداء. هي قمة ظن كثيرون أنها لن تتحول إلى واقع وستلغى في اللحظة الأخيرة، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون جعلها حقيقة راسخة ولحظة وضعت حدا لقطيعة طويلة بين بلديهما دامت أكثر من 70 عاما. الجدية بدت على زعيمين مع خروجهما من سيارتهما عند مقر القمة، لكن سرعان ما تغيرت الأجواء، وبعد مصافحات وابتسامات متبادلة عقد زعيمان جلسة مباحثات مغلقة استمرت أكثر من 40 دقيقة قبل الاجتماع الموسع الذي مهد لنزع أسلحة بيونغ يانغ النووية. الرئيس الأمريكي قال إن الشجعان فقط هم من يحققون السلام، لافتا إلى أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل في الوقت الراهن على حالها حتى تتخلى عن ترسانتها النووية. وقال إن كيم التزم بتدمير مواقع الصواريخ البالستية التي كانت تستخدم لإجراء التجارب النووية أيضا، واستجاب لدعوته لزيارة البيت الأبيض. بدوره تعهد كيم يونغ أون بجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي. جاء هذا التعهد في الوثيقة المشتركة التي وقعت خلال القمة والتي تناولت 4 مواد رئيسة:
أولا تلتزم الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بتطبيع العلاقات وفق إرادة شعبي البلدين بالسلام والازدهار. ثانيا تتعاون الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لإقامة نظام سلام طويل الأمد في شبه الجزيرة الكورية. ثالثا التأكيد على التزام كوريا الشمالية بإعلان نزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. رابعا تلتزم الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بإعادة جثامين قتلى وأسرى الحروب وضمانات أمنية أمريكية لبيونغ يانغ. تبقى الإشارة إلى أن هذه الوثيقة قد تغير بشكل دائم الأفق الأمني في منطقة شمال شرق آسيا على غرار زيارة الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون للصين في العام 1972 والتي أدت إلى تحول كبير في التكين. القمة الأمريكية الكورية الشمالية لقيت ترحيبا واسعا من العديد من العواصم العالمية باستثناء إيران التي حذرت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من الثقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي قالت إنه يمكن أن يلغي اتفاقهما على نزع السلاح النووي خلال ساعات. ونقلت وكالة أنباء إرنا عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله إننا لا نعلم مع من يتفاوض زعيم كوريا الشمالية. قمة سنغافورة تكشف عن الوضع الهش الذي يعانيه اقتصاد كوريا الشمالية التي حضر زعيمها على متن طائرة صينية وتقاسمت كل من الولايات المتحدة وسنغافورة كلفة إقامته في أفخر الفنادق بحسب ما أفادت وسائل الإعلام. هذه الصورة شكلت حدثا بعينه مع وصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى سنغافورة على متن طائرة صينية. وهنا يتساءل كثيرون أين أسطول الطائرات التابع لبيونغ يانغ؟ ببساطة لم تتمكن كوريا الشمالية منذ حقبة الاتحاد السوفيتي من تجديد أسطولها الهش بعد أن تقوقع نظامها الشيوعي في اقتصاد قائم على المركزية المطلقة والذي ينفق نحو 30% من الدخل الإجمالي على الجيش. نظام الرجل الواحد أسعفته الصين بأسطولها الجوي للذهاب إلى سنغافورة بعدما توقفت منذ العام 2017 عن إسعاف بيونغ يانغ والتزمت بتطبيق العقوبات الأمريكية والأممية فجمدت عمليات الاستيراد والتصدير التي تعد رئة قوية لتنفس الاقتصاد الكوري. حتى كلفة الإقامة في فندق سانت ريجيس الفخم الذي نزل فيه كيم لم يتمكن من تسديدها من جيبه، فالمبيت لليلة واحدة قد يتراوح بين 7,000 و$10,000. وزير الدفاع سنغافورة كان قد أعلن أن بلده سيتحمل بعض تكلفة القمة المرتقبة، في حين قالت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن حاولت إيجاد طريقة سرية لتسديد فاتورة إقامة كيم ومسؤولي كوريا الشمالية. أما وقد انتهت قمة سنغافورة، هل سيستعين كيم بالأسطول الصيني مرة أخرى تلبية لدعوة ترامب إلى البيت الأبيض؟ في أخبارنا المحلية أكد الرئيس سعد الحريري أن الحل النهائي لأزمة اللاجئين السوريين هو في عودتهم إلى بلدهم. كلام الرئيس الحريري جاء خلال اجتماعه إلى منسق الشؤون الإنسانية في لبنان وممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. معالجة موضوع اللاجئين السوريين في لبنان وكيفية ترتيب عودتهم إلى وطنهم مواضيع حضرت في لقاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني وممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميري جيرار بحضور مستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين نديم الملا. هني شركاء بمساعدتنا اليوم لنعالج موضوع اللاجئين، وأيضا بالنسبة لنا وبالنسبة لهم أيضا الحل النهائي فيما يخص اللاجئين هو عودتهم إلى سوريا، فهذا اللي توصلنا له وكمان هلأ اليوم تسمع منهم بهذا الموضوع. We have consistently reaffirmed. لقد أكدنا باستمرار أن عودة اللاجئين إلى سوريا أو إعادة موضعهم في دولة ثالثة هما الحلان الدائمان الوحيدان، وإلى حينه نحن نحترم قرارهم الشخصي بعودتهم إلى ديارهم ولن نعيق أبدا أي عودة يمكن أن تحصل تكون قائمة على قرارهم الخاص. إنه حقهم وسيكون غير قابل للتصديق أن تعارض الأمم المتحدة قرار اللاجئين بشأن مستقبلهم. لازارين أكد على استمرار الشراكة الوثيقة بين الأمم المتحدة ولبنان لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أصدرت بيانا أعربت فيه عن قلقها من قرار وزارة الخارجية بتجميد إصدار إقامات لأفراد المنظمة، ودعتها إلى إعادة النظر به والتراجع عنه. أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على أهمية العمل الوثيق مع لبنان من أجل التوصل إلى حلول آمنة ولائقة ومستدامة لأزمة النزوح السوري، وأملت المفوضية إعادة النظر سريعا بقرار وزير الخارجية جبران باسيل. كما أكدت المفوضية أنها تحترم حقوق اللاجئين في كل البلدان، لا سيما حقهم في اتخاذ القرار بشكل حر في شأن العودة إلى ديارهم، مشيرة إلى أنه في موازاة ذلك لا يمكن للمفوضية العمل على عدم تشجيعهم على العودة التي هي في الأساس مبنية على قرارات فردية حرة وواعية. وأعربت عن قلقها من قرار الوزير باسيل الذي قضى بتجميد إصدار إقامات لأفراد المنظمة، لافتة إلى أن القرار يؤثر بشكل مباشر على طاقم العمل وعائلاتهم وعلى مقدرة المفوضية على العمل من أجل تأمين الحماية والحلول في لبنان بشكل فاعل. واعتبرت أن عملها يهدف إلى دعم الحكومة اللبنانية والمجتمعات المضيفة في إدارة التحدي الهائل الذي يواجهه لبنان في إيواء نحو 1 مليون نازح سوري، مشددة على الاستمرار في جهودها مع أسرة الأمم المتحدة والأسرة الدولية من أجل التوصل إلى حلول خارج لبنان للاجئين، داعية الخارجية إلى إعادة النظر بالقرار والتراجع عنه. رد عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد آل زلفة على تصريحات قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، نافيا أن تكون المملكة العربية السعودية قد تدخلت في الانتخابات اللبنانية، بل أن التدخلات جاءت من جانب إيران. وأضاف آل زلفة أن حزب الله لم يحصد أي مقاعد ذات قيمة في الانتخابات النيابية إلا إذا أضيفت إليه مقاعد حلفائه، لذلك لا يمكن القول بأنه حصد أو حقق فوزا كبيرا، فحلفاؤه هم أصحاب القوة الحقيقية. أما أبرز الردود الداخلية حول تصريحات سليماني فنستعرضها في هذا التقرير لشرب العبود. بالنسبة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني فإن حزب الله قد حصد 74 نائبا من أصل 128. في افتراضه هذا ضم سليماني كتلا نيابية وازنة لكتلة حزب الله، وهو أمر يجافي الحقيقة، وبالتالي ما قاله الجنرال الإيراني يدخل ضمن التمنيات التوسعية للجمهوريات الإسلامية ببسط نفوذها في المنطقة ليس إلا. نحن اللي بيحكي باسمنا هو نحن، ما حدا اللي بيحكي باسمنا، وما حدا بيقدر يحطنا لا بسيلته ولا بمحل معين. نحن أعلننا بما معناه نحن كتلة وسط، كتلة وسط يعني مش فيتين باصطفافات معلن عنها مسبقا حسب المواضيع. نحن في كتعدنا مع حزب الله إذا في موضوع مواجهة إسرائيل أو رد خطر إسرائيلي أو خطر تكفيري، فيك تحطنا مع طيار المستقبل تجمعنا بفرض عدد إذا الموضوع بيتعلق ببرنامج اقتصادي بشراكة حقيقية بإنقاذ البلد، فيك تحطنا مع القوات اللبنانية وقت يبقى الموضوع هو رد الدار والاعتبار المسيحي. 29 باتوا خارج ال 74 نائبا، ومثلهم كثير من النواب المستقلين. سأل النائب جان تالوزيان إذا كان من نواب سليماني. أول شيء هذا السؤال ما بينسأل ولا لنائب لبناني ولا لإلي أنا تحديدا. أول شيء أنا نائب منتخب من الشعب اللبناني، أنا نائب بمجلس النواب اللبناني عن بيروت الأولى عن الأشرفية. بعدين أنا مقضي 35 سنة من حياتي بالجيش، ضابط بالجيش، وأنا فخور بانتمائي للبنان وللبنان بس. هذه عينة من نواب احتسبهم سليماني لحزب الله، نواب بعضهم حزبي وبعضهم مستقل، لكن الأكيد أنهم ليسوا من كتلة حزب الله. وبالأرقام يختلف الواقع عن طموح سليماني، خصوصا وأن كتلة الحزب وحلفائه المباشرين لا يتجاوزون 35 نائبا. نتوقف الآن مع فاصل نستمع خلاله إلى آية من الذكر الحكيم يليه رفع أذان المغرب. بوم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. صياما مقبولا وإفطارا شهيا. بعد اجتماع تكتل لبنان القوي دعا الوزير جبران باسيل لا يكون ملف النازحين موضوع تجاذب داخلي، وأمل في تشكيل الحكومة بسرعة، مشيرا إلى أن تكتله غير تابع لأحد. رد حاسم من تكتل لبنان القوي على تدخل إيران عبر قائد فيلقها قاسم سليماني في لبنان، وإن كان بطريقة غير مباشرة. فأعلن رئيس التكتل الوزير جبران باسيل أن التكتل مستقل وليس هناك أكثرية ولا أقلية في المجلس النيابي الجديد. بس ما في حدا عمليا حائز على أكثرية أو على أقلية، بما يعنينا كتكتل لبنان القوي. نحن تكتل مستقل جينا بقوتنا الذاتية بتأييد الناس لألنا، منا تابعين لحدا وما حدا تابع لألنا. وفي موضوع النازحين السوريين اعتبر باسيل أن هناك من يريد استمرار أزمة النازحين في لبنان. اليوم في عنا اللوائح يلي عند UNHCR عند المفوضية لوائح النازحين، وكانت الدولة اللبنانية عملت مذكرة تفاهم أو تبادل رسائل كرمال ينحصل عليهم. بدنا نعرف ليه هاللوائح هيدي منا موجودة على المعابر الحدودية. بطالب بهذا الموضوع انه يتنفذ بسرعة طيبطل يطلع من لبنان ناس ويرجع يفوتوا كأنه هن نازحين، واذا هذا الشيء ما تم
طالب بلجنة تحقيق برلمانية، طالب رئيس المجلس بتشكيل هاللجنة لتحقق ليه بعض هالمعلومات اليوم محرومة منا الأجهزة الأمنية وما عم نستفيد منها لنخفف أعداد النازحين. وأمل بسيل في الإسراع في تشكيل الحكومة على أن تتمثل الأطراف وفق أحجامها من دون تضخيم. بالتقرير الثاني من سلسلة التقارير التي يعرضها تلفزيون مستقبل عن الحملة الممنهجة ضد أجار ورئيس عماد كريدية، نبين حقيقة قيمة الرواتب لكريدية ومديرين آخرين في أجار، والتي قيل أنها تتجاوز 100 مليون ليرة شهريا. تقرير ما أحطيت. الحملة الممنهجة على أجير ركزت على أكثر من نقطة كرواتب المديرين وعدد المستشارين، لكنها أخفلت الحقيقة عمدا. بحسب جريدة الأخبار، فإن راتب عماد كريدية رئيس الهيئة ومديرها العام 112 مليون ليرة شهريا، إلا أن الصحيفة لم تذكر أن هذا الراتب هو نتيجة تراكمات تجمعت بعد إعطاء سلسلة الرتب والرواتب، بالإضافة إلى المفعول الرجعي، وهو ليس راتب شهري إنما لمرة واحدة فقط عن شهر أيار 2018. وهذه بالتفاصيل قيمة الراتب. الراتب الأساسي 9 ملايين ليرة، يضاف إليه بدل الاختصاص بقيمة 42%، بالإضافة إلى 200 ساعة عمل إضافية. بعد تطبيق السلسلة الجديدة زيدت نسبة 32% على مجموع الرواتب لجميع المستخدمين، والتي تحق للمدير العام بطبيعة الحال، وذلك وفق النظام والمراسيم ذات الصلة. وعند تطبيق نسبة 32% على راتب المدير العام أصبح 11,805,000 ليرة، علما أنه تم تطبيق السلسلة مع مفعول رجعي بدءا من تاريخ 1/9/2017، وهذا يعني 11,805,000 إضافية عن كل من شهر 9 و10 و11 و12 للعام 2017 وشهر 1 2 3 و4 للعام 2018، وهي تساوي حوالي 94 مليون ليرة، يضاف إليها فارق شهر 14 عن عام 2017، هذا بالإضافة إلى احتساب إكرامية عام 2017، يكون إجمالي المبلغ 151 مليون ليرة، وبعد حسم الضرائب نصل إلى الرقم 111 مليون ليرة. وهذا المبلغ نعيد ونؤكد أنه ليس راتبا شهريا، بل حصل عليه كريدي مرة واحدة في شهر أيار عام 2018، وهو من بين الأقل على مستوى رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة. فتعويضات أعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول تبلغ 28.6 مليون ليرة شهريا. وهنا أيضا مقارنة بسيطة بين الأرقام التي نشرتها الأخبار على أنها رواتب شهرية لعدد من المديرين في أجيرو، وبين الأرقام الفعلية، والتي بعد كل الزيادات من بدل اختصاص وساعات إضافية لا يمكن أن تصل إلى المبالغ المذكورة في الجريدة. غدا تقرير آخر يبين كمية الافتراءات والمغالطات في الحملة على أجيرو ومديرها العام. إلى ذلك، أعلنت هيئة أجير أنه على أثر تعرض الشبكة الهاتفية الثابتة لعملية هجوم مما يعرف فنيا باسم DDoS، ما قد يعرض شبكة الإنترنت إلى اضطرابات متقطعة، اتخذ الفريق الفني التابع للهيئة الإجراءات والتدابير اللازمة بمساعدة كبار مزودي الإنترنت في العالم، مما أدى إلى تضييق نطاق تأثير هذه الهجمات. خرجت وزارة الخارجية عن صمتها في قضية خطف المواطن اللبناني مصطفى الحاج دياب، فماذا في التفاصيل؟ تقرير علاء سرحال. بعدما طوت صفحة خطف الفتى اللبناني القاصر مصطفى الحاج دياب في سوريا أسبوعه الأول، وبعد الزيارة الثالثة لوالده وأقاربه إلى قصر بوستروس لمعرفة ولو معلومة رسمية واحدة تثلج قلوبهم وتكشف مصيره المجهول، خرجت وزارة الخارجية اللبنانية عن صمتها في هذا الملف. مذكرتان خطيتان تم إرسالهما عبر السفير اللبناني في دمشق سعد زخيا لرئيس الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية السورية، هذا ما كشفت عنه الوزارة لتلفزيون مستقبل، مؤكدة أنها طالبت المسؤولين السوريين بمتابعة الملف لكشف مصيره بأسرع وقت ممكن.
سعادة السفير اللبناني أخذ موعد مع رئيس الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين بسوريا وسلم مذكرة خطية بهالموضوع، وكمان يوم السبت رجع كرر زيارته سعادة السفير اللبناني لرئيس الإدارة القنصلية حثه على المتابعة الحسيسة والدقيقة لهالموضوع هذا. يعني أقسم عنا عم نعطي مشان للإفراج عن القاصر، وإن شاء الله الخبر المفرح قريبا. هلا ما في جواب رسمي من الجانب السوري، ليه أولاد؟ يعني ما في عاطي جواب عن جواب عن الجانب السوري، الجانب السوري هو اللي بيعطي الجواب، بس كلنا بنعرف تعقيدات الوضع بسوريا، وبعد فيها مناطق فيها حرب ومناطق فيها شوية فوضى، يعني يمكن يكون في فوضى أمنية. عرفت من سعادة السفير غادي خوري مدير الشؤون السياسية والقنصلية إنه كمان معالي الوزير تكلم سعادة المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم وكلفوا المتابعة الحسيسة لهذا الموضوع. والد مصطفى الذي حضر لمبنى الوزارة وضع بكافة المعطيات موجها رسالة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. بتمنى منه يحلل الموضوع بأسرع وقت، يعني إن شاء الله يكون نهيل الموضوع قبل العيد، وبيعتبره ابنه، يعتبره ابنه سوي هيك مشكلة وهو بده يحلله إياها، وإن شاء الله يا رب يكون هيك على أول يوم العيد يكون مصطفى عنده. مصادر خاصة لتلفزيون المستقبل كشفت عن قيام السلطات السورية يوم الأحد الماضي بمداهمة المكان الذي كانت المجموعة الخاطفة تضع فيه مصطفى في منطقة طلائع البعث بمحافظة حماة، لكن العملية أسفرت عن الإفراج عن 8 أشخاص لم يكن مصطفى الحاج دياب من بينهم. وأكدت المعلومات العمل مع وسيط محلي في المنطقة للتواصل مع المجموعة الخاطفة لتحديد مطالبها للإفراج عنه. في بيت الوسط سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تناولت شؤونا عامة والأوضاع الأمنية والاقتصادية. استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط الوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا تتعلق بمدينة طرابلس. واستقبل الرئيس الحريري قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان منصور وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد. والتقى الرئيس الحريري الأمين التنفيذي للإسكو محمد علي الحكيم على رأس وفد. الحكيم قدم التهنئة للرئيس الحريري بنجاح الانتخابات النيابية وتمنى له التوفيق في تشكيل الحكومة. كما تطرق الحديث إلى دور وزارة المرأة وأهميتها ووضع العاملين اللبنانيين في الإسكو. الرئيس الحريري استقبل السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشي في حضور الدكتور نديم الملا وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية. كما التقى رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت الأب سليم دكاش وعرض معه أوضاع الجامعة. في قصر بعبدة أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون حرصه على تنفيذ مشاريع إنمائية في منطقة البقاع، كما بحث مواضيع سياسية وتربوية مع زواره. مطالب منطقة البقاع الغربي بحثها رئيس الجمهورية ميشيل عون مع النائب هنري جديد في قصر بعبدة، الذي أوضح أن عون أظهر اهتماما بها وحرصا على متابعة تنفيذها. وعن مرحلة ما بعد مؤتمر سادر في باريس أشار جديد إلى أنه تطرق بالتفصيل إلى المشاريع التي سوف تنفذ من خلال القروض التي أقرها المؤتمر، لافتا إلى ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية والتوجه نحو الاستثمار المنتج وليس الاقتصاد الريعي. رئيس الجمهورية التقى أيضا رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشيل قصرجي الذي طالبه بتمثيل الكلدان في الحكومة الجديدة. خلال استقباله وفد المجلس الأعلى لاتحاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكنيسة الأدفانتس الإنجيلية وجامعة الشرق الأوسط، قال عون: الالتزام بالإيمان هو التزام حر وليس مفروضا على الإنسان، ولذلك تعيش في لبنان المذاهب الإسلامية والمسيحية، ونحن فخورون بالاعتدال الموجود لدينا ومحبة القريب، ونشعر أن بإمكاننا التعايش مع أي شعب وحضارة. إلى ذلك منح رئيس الجمهورية مديرة متحف الجامعة الأمريكية الدكتورة ليلى بدر وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط تقديرا لما قدمته ولا تزال من عطاءات ثقافية وعلمية وتراثية، وذلك خلال احتفال أقيم للمناسبة في قصر بعبدة حضره وزير الثقافة غطاس خوري ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة. رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تصوير البعض لعلاقات الصداقة بين حزبه والسعودية على أنها المدخل الواسع للسياسات السعودية بالساحة اللبنانية. وقال جعجع في حديث لوكالة الأنباء الألمانية: نمثل أنفسنا بالحكومة اللبنانية، وحصتنا فيها ستكون للقوات اللبنانية وليست للسعودية ولأي دولة أخرى.
ورغم اعترافه بوجود خلافات حول حصة القوات في الحكومة المقبلة، أكد جعجع أن هذا الخلاف لا يمثل العقبة الأساسية في التشكيل، مشيرا إلى أنه يصر على حصة وزارية مساوية لما سيحصل عليه التيار الوطني الحر. بتكليف من الرئيس سعد الحريري، تفقد أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير مسلخ طرابلس للوقوف على الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيله في وقت سريع. بعد أن أوعز الرئيس سعد الحريري لأمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير القيام بالإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل مسلخ طرابلس إثر اجتماع الرئيس الحريري برئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين قبل أيام، والذي شرح له الأسباب التي دفعت بوزارة الصحة إلى إقفال المسلخ، قام اللواء خير بجولة تفقدية في المسلخ. الزيارة الأولى للاستفادية وبإشراف الشركة الهندسية كمان، وهيكون وضع خطة لسرعة التنفيذ بالإنهاء الوضع الموجود عليه. هو الجولة التي رافقه فيها نقيب المهندسين في الشمال بسام زيدي ووفد من وزارة الصحة العامة وممثل عن بلدية طرابلس، اطلع خلالها خير على سير أعمال الصيانة والتأهيل بإشراف الشركة الهندسية، مؤكدا الإسراع في الانتهاء من الوضع غير الصحي الذي يعاني منه المسلخ من أجل إعادة فتحه وتشغيله. بعد الفاصل في النشرة: العبادي يقول حرق مخازن صناديق الاقتراع متعمد، واحتجاز رهائن في العاصمة الفرنسية. في اليمن، حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي مواقع استراتيجية في محافظة صعد المعقل الرئيس للحوثيين شمال البلاد، وخاض الجيش الوطني معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثي في جبهتي كتاف وباقم اللتين تعتبران بوابة تحرير محافظة صعدة. كذلك دفعت المقاومة اليمنية المشتركة بتعزيزات كبيرة إلى جبهة الساحل الغربي استعدادا لمعركة تحرير الحديدة ومنائها الاستراتيجي. أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن يعود الإيرانيون للتفاوض حول اتفاق جديد بدلا من الاتفاق النووي القديم والذي انسحبت منه أمريكا منذ فترة، وذلك بعد العقوبات الصارمة جدا التي فرضتها واشنطن على إيران بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. وأبدى ترامب خلال مؤتمره الصحفي في سنغافورة اعتقاده بأن إيران اليوم ليست كما هي في السابق، أي قبل 3 أو 4 أشهر، فهي كانت تسعى للوصول إلى البحر المتوسط عبر سوريا. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حرق مخازن صناديق الاقتراع هو فعل متعمد بحسب نتائج التحقيقات. وأشار العبادي خلال مؤتمر صحفي إلى أن النائب العام سيوجه الاتهامات للمسؤولين عن محاولة تخريب الانتخابات البرلمانية رافضا إعادتها، كما أكد أن المحكمة العليا وحدها هي التي تقرر ذلك. انسحبت عناصر الشرطة العسكرية الروسية من نقاط عدة بريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي إلى مدينة القصير على الحدود اللبنانية السورية، وأفادت مصادر بأن عملية الانسحاب تمت قبل 5 أيام، وتعد عملية انسحاب الشرطة الروسية من بعض نقاطها شمال حمص وجنوب حماه مخالفة لاتفاق التسوية مع النظام، والذي تم مطلع أيار الماضي وبرعاية روسية، والذي ينص على تواجد الشرطة الروسية مع الشرطة المدنية للنظام بشكل دائم داخل المدن والبلدات التي شملتها التسوية لمدة 6 أشهر على الأقل. أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن رجلا مسلحا احتجز 3 رهائن من بينهم امرأة في الدائرة 10 في العاصمة باريس. وأفاد شهود عيان أن عن جرح شخص من قبل الخاطف الذي لم تحدد هويته بعد، وعلم أن محتجز الرهائن طلب بلقاء السفير الإيراني في فرنسا. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادرها في وزارة الداخلية الفرنسية أن الأمر لا يتعلق حتى الآن بعمل إرهابي هذا، وأكدت مصادر ميدانية أن المهاجم يحمل حقيبة قال إن فيها متفجرات، فيما تتحضر الشرطة إلى اقتحام المكان. ونتابع النشرة في أخبارنا المحلية بعد الفاصل. أين لبنان من عمالة الأطفال؟ ودفعة من طائرات السوبر تيتانو للجيش.
أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال لا تزال هذه الظاهرة تتفاقم في لبنان في وقت لا تزال مؤسسات الدولة عاجزة عن تقديم الحلول. بروح المدرسة بس الشغل إجباري بدنا نشتغل لحتى بنعيش يعني. ظاهرة عمالة الأطفال منتشرة في لبنان بشكل كبير بسبب تردي الأوضاع المادية، والأطفال غالبا هم من يدفعون الثمن، فأكثر من 100,000 طفل يعملون بدءا من عمر 7 سنوات، وتحاول الجمعيات بذل الجهود للقضاء على هذه الظاهرة أو التخفيف منها. في آخر برامج نفذناها حوالي 90% من هول التدخلات اللي قدرنا نفوت ونشتغل مع هيدي الحالات لنطلع الأطفال من سوق العمل، قدرنا بنسبة 90% نطلع أطفال من سوق العمل ونرجعهم. طبعا مش بس انه عم نشيلهم من سوق العمل، بدنا نعرف شو البديل، البديل الوحيد بالنسبة لنا هو التعليم. فعم بيكون في نجاح وقت عم نكون عم نشتغل من خلال الحالات، عم نشتغل على حالات دقيقة، عم نشتغل على حالات فردية، بس أكيد لازم يكون في جهود أكثر لحتى نوصل لأرقام أكثر. عمالة الأطفال تضاعفت في لبنان بعد أزمة النزوح السوري. في قوانين كتير لازم تكون عم تتفعل، لأن لبنان دولة بتحمي الطفل بالقانون بكتير مطارح، بس تفعيل هذه القوانين ما بيصير إلا من خلال تعامل مباشر بين الجمعيات وبين السلطة. وفي وقت لا تزال مؤسسات الدولة عاجزة عن معالجة هذه الآفة، شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في تغريدة له لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال على ضرورة إقرار ما يلزم من قوانين وتشريعات لحماية الأطفال ومكافحة استغلالهم في أي ميدان كان، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو من أولوياته. تسلم الجيش اللبناني سربا من 4 طائرات من نوع السوبر توكانو، وهي الدفعة الثانية المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي في إطار المساعدات الأمريكية التي تقدم للجيش لحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب. تسلم الطائرات جرى خلال حفل أقيم في قاعدة حامات الجوية بحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون والسفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد وكبار الضباط، وجرى عرض لقدرات طائرة السوبر توكانو ومهماتها. وأكدت القوات الجوية في الجيش أنه مع استلام هذا النوع من الطائرات الذي يضاف إلى طائرات البوما والغزال تتعهد بمواصلة مسيرة الحفاظ على لبنان، وستكون حاضرة لتنفيذ المهمات الموكلة إليها. أطلق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي تطبيق آي بوليس بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإعلام وشركة سايبر ويفز. الرياشي أشار إلى أن هذا التطبيق من شأنه أن يكون وسيطا بين المواطن والمسؤول، فتقوم الوكالة الوطنية للإعلام بلفت نظر المسؤول عبر نشر شكاوى المواطنين، معلنا أيضا أن وزارة الإعلام سيكون لها دائرة للتواصل هي عمليا وسيط الجمهورية ومهمتها نقل مشاكل الناس. صفحة الأحوال الجوية نتابعها مع لارا. بونسوار. طقس متقلب عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أكثر بعد جولة سريعة على بعض العواصم العربية، ورح بلش من تونس مع 30 درجة، الجزائر 22، القاهرة 36، بنتقل على بغداد مع 41 درجة، 29 بدمشق، 35 درجة بالقدس، الكويت 42، الدوحة 43 درجة، وبختم مع الرياض مع 42 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة الأربعاء، طقسنا متقلب بين غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، وأمطار متفرقة رح تكون غزيرة بالمناطق الداخلية والجنوبية أحيانا، ولكن بتخف ابتداء من مساء الأربعاء. لبكرة على الساحل الحرارة عم تتروح بين 18 و26 درجة، بالجبل عم توصل أقصاها للـ20، أما بالداخل لـ28 درجة. تفاصيل أكثر من روح الخريطة اللبنانية، ورح بلش من عكار مع 24 درجة، طرابلس والكورة 25، الأرز 14، الهرمل 24 درجة، القاع 22، 23 ببعلبك، رياء 22 درجة، ميروبة 13، 25 بجبال، 26 بجونية وبعبدة، بيروت 26 درجة مع طقس متقلب وانخفاض درجات الحرارة، زحلة 28، جتورة وعنجر 27 درجة، 26 بمشغرة مع أمطار متفرقة،
رشايا 22 درجة 25 بجزين، مرجع يون 26 درجة، منتقل لعبيت الدين 21، والمناطق الجنوبية صيدا صور وقانا مع 26 درجة. إذا لبكرة الأربعاء مكفى معنا الطقس المتقلب مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة، الحرارة عم تتراوح بين 23 و 26 درجة، ولكن ابتداء من مساء الأربعاء رح تخف حدة الأمطار. نهار الخميس عم تتراوح بين 24 و 27 درجة، ارتفاع بسيط لنهار الجمعة مع 28 درجة أقصاها. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 9 وال 14 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، وأنا بشوفكن بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت. وإلى فقرة رسوم متحررة. ليك عم بتتابع مسلسلات؟ حبيبي أنا عم تابع مسلسل واحد ما بتابع غيره. والله أي واحد؟ لا لا، هيدا مسلسل تركي ما بتابع غيره أنا. أي مسلسل تركي؟ هيدا مسلسل البواخر. لك هيدا مش مفروض إنه هيدا كان من كم سنة؟ مزبوط، هلا هيدا جزء تاني وبلو أجزاء كتير بعد. لك وهيدا شو المشكلة؟ شو العقد فيه يعني؟ هيدا في مشكلة وحيدة بس ما في غيرها. شوي كل ما بدي أجي أحضر حلقة بتنطع الكهرباء. ليك بدي اسألك سؤال. ايه شو في؟ هلا شو قصتن هودي البواخر بهالمسلسل؟ يا حبيبي ماشي، هول بواخر بيولدوا كهربا. والله عظيم عظيم. ايه وشو المشكلة؟ المشكلة هي انه بدهن فيول، والفيول غالي. طب يشغلون على الكهربا. ما هن هيك عم يعملوا. والله تري لك مش بس انا الذكي. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قمة ترامب وكيم التاريخية طوت عقودا من العداء بالتوقيع على وثيقة شاملة لإحلال السلام. بالنسبة لنا وبالنسبة لهم أيضا، الحل النهائي فيما يخص اللاجئين هو عودتهم إلى سوريا. ملف اللاجئين موضع متابعة، والمفوضية العليا تطلب من الخارجية اللبنانية العودة عن قرارها. وما حدا بيقدر يحطنا لا بسيلته ولا بمحل معين. الردود على ادعاءات سليماني متواصلة، وحلفاء حزب الله يقولون لسنا تابعين لأحد. في الختام نشكر حسن المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أنا متفائل إن شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع جداً.